السلام عليكم، صباح الخير، كيف حالكم؟ الله نهضروا مع النساء متزوجات واللي عندهم الولاد مش غير متزوجات. واحد البلان كيوقع للنساء اللي عندها الولاد اللي عندها الطربية ويمرضوا تصار معاهم وترضع وتوكلهم وتشرب وتصيفط المدرسة ونهار كامل مهبلينها في الدار، حتى إلا خرجت تخرج بيهم، مشات عند الناس مشي بيهم، فقليل فين كتريح منهم. ليلة خرجهم بهم مرة ولا هزتهم حناهم ولا، فهي دائما في ضغط، وهذا الضغط مع ولادها كيولد لها الإحساس بالظلم ولا بعدم الإنصاف، ماشي عدل حساب رجلها. لما رجلها غادي نصيحة للنساء أنه من هنا يقدر يدخل الحقد ويدخل الحوايج اللي تحاسبي عليهم، ولو كان غير يعني داك الحقد كذا يعني عندك فيه الحق وما عندكش فيه الحق، راه الرجل اصلا ضحيه بحالك، لكن خص توضح لك الامور باش ما يدخلكش هذا الشيء. انتو حاسبين على يوم القيامه، انا كيف كتعرفوا اكثر اهل النار نساء، ومن الاسباب الرئيسيه علاش هما اكثر اهل النار كفر العاشر، يعني انها تنكر فضل الزوج عليها وترضوا ما ديرها والو. ومن الاسباب اللي وصلوا لهذا الشيء هذا الموضوع ديال الولاد، ان هي كدير بزاف المجهود والضغط والستريس اللي الراجل ما كيديروش الولاد اصلا ما يقدرش يدير، فعلا صعب جدا. فهو كيخرج يخدم كيجلس معاهم نهار كامل، ولا خرج مشى عند صحابو كيخرج بيهم، هو كيقول لك زعما كيديكونيكت على الضغط هذا لولاده، ماشي بحال الله علاقه اصلا ما يقدرلوش. فهي كدير كتر، فكيفاش واش هذا من العدل؟ علاش الراجل ما كيدير والو والمراه كيديرش بزاف بالنسبه لولادو والمراه كدير بزاف؟ فهنا كيولد لهذا الشيء شويه ديال الظلم، بدي تحسدو ولا بدي تحقد عليه ما كدير والو، مع انه في نفس الوقت كاين مغالطه اصلا، هذاك الشيء اللي كديريه انت لولادك راه ماشي ليه، كديري ولادك ماشي ليه، ولادك تنتي ماشي ولاده هو، الولاد حاجه مشتركه بيناتكم، يعني الولاد حاجه مشتركه بين، فعلاش كتحس به هذاك الشيء اللي كدير ولادك عليه هو؟ بالعكس هو ما كتقدمي له والو في ديك الفتره اللي راك انت مضغوطه، واكثر فتره ما كتقدمي له فيها والو اصلا، هو يعني مهمل، يعني هو لا دارو مريقله، لا دارو مرتاحه، لا كسوتو مريقله، لا ماكلتو مريقله، لا علاقته ديالو الخاصه معاك مريقله، ولا كتسوقي وتصابي، هو خصو يتفهم هذا الشيء لانك لاهي مع الاولاد، لكن زعما هو اصلا ضحيه في هذا الشيء، يعني هو ما مستفدش في هذا الشيء. تقولي لا كندير، كديري ولادك ماشي ليه، هو كيدير لهم حوايج ديال النفقه وديال الامن وديال الحمايه ديال الحوايج اللي خاص اللي كيديرهم الراجل المكلف، الراجل يديرهم لولاده كيديرهم حتى هو كيقدم للولاد، وانت كتقدمي داكشي ولادك ديال الحضانه وديال الدار ديال، انت كتقدمي كثر طبعا، مقابل هادشي شنو؟ مقابل هادشي ان الام افضل من الاب، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك امك ثم ثلاث مرات الام عاد الاب، الله كيقول في القران المعاناه ديال الام، كيقول شنو معاناه الاب؟ حملته وهنا على وهن، و تكي على لوطو فيها بوله، و ترضي حتى العامين وكذا الى اخر الايات. لكن معاناه الاب لولاده معناها معاناه هي، لكن ما كيذكرهاش علاش؟ كيفاش القران علاش؟ ان معاناه الام لا تقارن معاناه الاب مع ولاده، وهذا عدل. ولكن ما تلقاش الرجال يجي يقول لك لا علاش حنا مذكورينش، علاش الرسول قال امك ثم امك، علاش ثلاث مرات حنا والو، ما تلقايش شي اب ولا شي راجل يقول لك، يقول لك لا هذا الدين ظالم، حنا خصنا نديرو حركة ديال الرجال، مبقاش بال حتى اللعابة الكرة بين مشاو للملك داو مواتهم، الأب ما مشاش، و حتى شي أب ما قال له مشكل ولا شي واحد هضر ولا علق، كل شي راضي، علاش؟ لأن فعلا الأم الفضل ديالها على الإبن أكثر من الأب، هذا هو عدل، هذا صحيح. فأنت مقابل داك الضغط اللي كديريه لولادك ماشي الراجل أكثر، تهزي المقابل ديالك. تاني كتهزي مقابل الحضانة، إلا بقى شي مشكلة طلقت ولا الحضانة ديريكت ليك، تخيلي نطلق ونهز أنا ولاد نحرمك من ولادك،
مثلا يحرمك راجلك من الظلم. فانت هي الحضانة حقك، شكون عطاها لك؟ عطاها لك الله. لماذا؟ لانه انت هي الانسب ليها، انت هي الاقدر عليها. نعم. ف خلاصة الموضوع انك ما تحسبيش داك الضغط اللي كديري لولادك على راجلك. راجلك راه ما كديري له والو، راجلك راه حتى هو ضحيه بحالك بحالك، كتقدمي ضغط اكثر منه. لا عاملك الا ولادك ماشي ليه، هو ما مستافد والو، هو كيقدم لولادو انت كتقدمي لولادك. ولادك راه ماشي غير ديالو هو، باش تقولي لا راه كنربي الولاد راه ديالك انت، هذه حاجه مشتركه ما تحسبيهاش عليه، هذيك ديالكم بجوج. انت كتقدمي لهم اكثر وكتهزي الجزاء ديالك، انك انت مقدم على الرجل. الرجل كيتقدم لهم قل، هو قابل انه قابل الواقع انه هو الامراه هي الاولى ماشي هو الاول. نعم. وهو ضحيه اصلا في الموضوع. اكثر فتره الرجل يهمل فيها، تهمل فيها حقوقه، تهمل فيها يعني قال الحق ديالو في الدار والزوجه ديالو والتمتع بها والتمتع بالحياه كل شيء، تهمل في الفتره ديال التربيه الاولاد يكونوا صغار وصغار. المراه كتسمح في راسها وتسمح في الدار وفي الاهتمام، يعني كل شيء عقلها لا هي مشغول بالولاد، فما عندهاش الوقت لشي حاجه اخرى. هو اصلا ضحيه، فمن يجيك داك الحقد وكذا يجيك الحقد على ولادك، حقد على راه ولادكم المجرمين، ماشي ولادكم سبب ليه، ماشي الراجل. الراجل مسكره غير كتوطي عليه باطل وراه ما عندي والو. الراجل من تجي تقول لك مرتك كندير ندير ندير ندير، قول لها ما تقوليش شنو كديري، شنو كديري لي انا، انا كنفق. بل هو الراجل في ديك الفتره كيقدم لك ليك انت اكثر ما كتقدمي له. الراجل كينفق عليك، عاد كينفق عليك، وعاد كيقوم بك ويساريك ويدير لك اللي بغيتي ويعاونك وكذا، لكن انت شنو كتقدمي له؟ لا شيء. ديك الفتره زعما كتقدمي له قليل، علاش؟ ما كليه مع ولادك، كلشي كتقدمي لولادك. فهو اصلا هو اللي خصو يشكي في الاصل، لكن الراجل خصو يتفهم لانه التربيه ديال الاطفال صعبه. لذلك هاد الفت نظر ديال المؤمنات الاخوات لهاد النقطه باش ما يلتبسش عليهم الموضوع. تعبك مع اطفالك راه لاطفالك ماشي لراجلك. راجلك ما عندك عليه حتى شي فضل، ما كتفضليش عليه، ما كدير داكشي، راه داكشي ولادك ماشي ليه هو. بل هو اصلا ضحيه في ديك الفتره باش تحقدي عليه. لا هو راه اصلا ما هو بالعكس راه متضرر اصلا. بل خصك تشكري حيت هو الوحيد اللي راه يقدم لك شي حاجه ويعاونك في ديك الفتره، هو اللي راه مهنيك بزاف ديال الحوايج في ديك الفتره. هذا ما كان، والسلام عليكم.